خالد رزق من ملعب المباراة ونشوف الأخبار عنده إيه. خالد مساء الخير. مساء الخير على كابتن سيف، ومساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يعني طبعا اكيد حزن كبير ببدايه غير موفقه لمنتخبنا الوطني والتعادل في اولى مبارياته امام منتخب موزمبيق. ولكن كابتن سيف، يعني حضرتك اتكلمت في كل حاجه موجوده تخص المنتخب بالتاكيد، واتكلمت في كل الاجواء. انا هنقل ايضا الصوره للجمهور وحديث الجمهور وكلام الجمهور اللي قابلنا في الاستاد. يمكن الجمهور عنده حالتين، حاله من الحزن الكبيره يعني تخيب الامال النهارده في اداء المنتخب الوطني، وتحديدا في الاداء، مش هقول النتيجه بس، لا تحديدا كمان في الاداء اللي كان عليه يعني كلام كتير. ولكن كل الجمهور كان عنده جزئيه ايجابيه في جزئيه تانية، وهي ان الجمهور شايف ان لسه بدري، لسه في امال، عندهم برضو طموح، عندهم برضو ثقه في اللاعبين، شايفين النهارده درس اللاعبين لازم يتعلموه. يمكن بدايه توقعنا كلنا ان المباراه هتروح لفوز بثلاث او اربع اهداف، وان المباراه ممكن تكون مفتوحه ويكون اداء ايجابي لمنتخبنا الوطني. ولكن بعد احراز مصطفى محمد الهدف الاول، يعني كل حاجة اتغيرت وكل حاجة رجعت للعكس تماما كالأداء وكالنتيجة وكل حاجة. وان في توقيت صغير منتخب مصر يستقبل هدفين، اكيد شيء يعني ما حدش كان راضي عنه تمام في ارض الملعب. ولكن الجمهور، والحاجة اللي عجبتني ودت الواحد تفاؤل وامل شوية، ان الجمهور حس بان خلاص احنا متواجدين مع المنتخب الوطني وهنساند وهندعم الجمهور. طبعا اللعيبه بعد ما خلصت المباراه واثناء عبورهم من الميكسد زون، طبعا كل اللاعبين متاثرين بشكل كبير جدا، اللاعبين يعني عندهم حزن كبير، واضح ان هم حسوا طبعا بالمباراه وما حدث بها، واكيد زعلانين جدا لوجود الجمهور اللي كان يعني بيامل ان هو يشوف اداء كبير ونتيجه كبيره في اولى مبارياته. ولكن طبعا اكيد درس مهم جدا، وده الكلام الواضح من مستر روي فيتوريا، واتكلم على ان كان اللعيبه مش في احسن حال، وان كانت المباراه ما ادوهاش بالشكل المطلوب. اي نعم الطقس شويه صعب كرطوبه وكدرجه حراره، ولكن ده اكيد مش يعني مش بنلتمس العذر للاعبين. اللاعبين عندهم خبرات وبقى لهم فتره من يوم 9 موجودين، جربوا اللعب في نفس التوقيت في التمرين اليومي للمنتخب الوطني. ولكن يعني خلاص احنا صفحه وتتقفل، ونشوف الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله يكون في تركيز اكبر من اللاعبين، خالد عندي استفسار معلش، في اهتمام اكبر داخل ارض الملعب. اتفضل يا كابتن. اللعيبه وهي خارجه والجهاز الفني شعورهم ايه؟ الحاله في غرفه خلع الملابس وهم طالعين؟ بص يا كابتن سيف، هو من بعد اطلاق صافره نهايه المباراه، اول حاجه بعض اللاعبين عملوها نزلوا سجدوا شكرا لله. بعض اللاعبين يعني حاولوا ان هم يساعدوا بعض. يمكن دكه البدلاء النهارده، وده كانت حاجه عجبتني وايجابيه، ان دكه البدلاء بعد انتهاء المباراه مباشره كانوا حريصين جدا على ان هم ينزلوا الملعب ويعني يساعدوا اللاعبين، يتكلموا معاهم، يشجعوهم، خلاص ماتش وعدى، نركز في اللي جاي. الحزن اللي موجود في اللاعبين اللي كانوا بيأدوا المباراه، لاعبي دكه البدلاء حاولوا ان هم يخرجوهم من المود، وكلهم طبعا ايد واحده بالتاكيد. اثناء خروج اللاعبين، يمكن احمد حجازي كان متاثر بشكل كبير جدا، محمود تريزيجيه كان متأثر بشكل كبير جدا، الشناوي كالعاده يمكن ما بيبينش مشاعره وما بيبينش اهتماماته، ولكن الشناوي يعني خارج مش عايز يتكلم مع حد، مش عايز يبص لحد. كل اللاعبين حتى في الميكسد زون، وكان بيتواجد اعلاميين كتير من مختلف الدول بالتاكيد، يمكن كل الاعلاميين حتى علقوا على ان اللاعبين مش عايزين يبصوا للاعلام، مش عايزين يتكلموا مع حد، خارجين في حزن كبير موجود عليهم، وخرجوا مباشره على الاتوبيس الخاص لمنتخبنا الوطني. اكيد شيء بنلمسه. ولكن كابتن سيف طبعا يعني بعض الجماهير قال كلام، الكلام ده طبعا لمسناه قبل كده، ان منتخب مصر لما بيبدا في كاس الامم الافريقيه بصوره غير جيده ساعات بيصل للنهائي وبيصل للسيمي فاينل. فيعني ان شاء الله نامل ان المنتخب المره دي يغير الشكل العام. والايجابي بقى في بطوله الامم الافريقيه ان يعني طاقم الحكام المصري اللي كان بيأدي مباراه جيده جدا في مباراه الافتتاح امام كوتيفوار، يعني هيكون ايضا في طاقم مصري في مباراه مالي وجنوب افريقيا، نتمنى لهم ايضا التوفيق، حاجه ايجابيه نلمسها من المصريين بالتاكيد. وايضا الجاليه المصريه بتقوم بدورها جدا مع اللاعبين ومع الجهاز، ويمكن بعض الجاليه المصريه كانوا متواجدين في الاستاد قالوا احنا نخرج هنروح عند فندق الاقامه هننتظر المنتخب هناك، وهنحاول ان احنا نشجعهم ونشد من ازرهم، لان خلاص ما عندناش اي حل تاني، ومفيش وقت للعتاب ومفيش وقت للزعل، كل التركيز ان يكون المباراه القادمه تكون افضل باذن الله. خالد، برضو سمعت ان كان تريزيجيه اكتر لاعب متاثر من اللاعبين، وسمعت ان هو كان يعني دخل في حاله بكاء بعد المباراه، وعايز اعرف برضو تفاصيل فيتوريا وحاله فيتوريا في المؤتمر الصحفي او بعد المؤتمر الصحفي، لقائه مع الصحفيين.
حاله كوتش روي فيتوريا يمكن في المؤتمر الصحفي هو كان مشدود نسبيا، كان طريقه الكلام يعني فيها حزن وفيها تحمل المسؤوليه، وكان فيها يعني واقعيه في الكلام بتاعه، ما قالش اي اعذار للاعبين، ما اتكلمش على ان هناك طقس مختلف. يمكن بعض الصحفيين كانت في اسئلتهم اسئله شويه حاده من تغيير طريقه لعب معين من لعب محمد صلاح من يمين لشمال او من شمال ليمين، يمكن كان كل اسئله وجهت ليه كان بيرد ردود صارمه جدا، ردود واضحه جدا، وكان كل كلامه او كان كل ردوده دايما فيها بعض الشده. الواحد كان بيشعر ان هو يعني ايه خارج، كانه متنرفز، ولكن طبيعه شده المباراه وطبيعه حزن اول مباراه بيخسرها. محمود حسن تريزيجيه يمكن عنده مشاعر فياضه شويه، يمكن محمود حسن تريزيجيه من الناس اللي يعني قلبه على فانيله منتخب مصر وبيكون حزين جدا في حاله حدوث اي نتيجه. في شخصيات بتختلف في المنتخب، في شخصيات بتكتم الحزن جواها، في شخصيات ما بيبانش عليها، في شخصيات بيبان التاثير عليها. يمكن محمود تريزيجيه من الناس اللي بيبان عليهم سريعا جدا التاثر والبكاء، وان هو بيدخل في حاله، وده اللي كان واضح عليه ايضا اثناء خروجه من منطقه الميكسد زون. كان في حاله يعني كل الناس اللي موجودين كان باين قدامهم ان محمود حسن تريزيجيه زعلان، ايضا احمد حجازي نفس القضيه. ولكن كابتن سيف ده ما يعنيش ان باقي اللاعبين ما كانوش في حاله حزن، ما كانوش في حاله يعني غضب من نتيجه المباراه. وطبعا نتيجه التعادل هي يمكن شيء ايجابي شويه، ان ما خسرناش المباراه خالص، لان طبعا زي ما احنا شفنا النهارده كاف فيردي وغانا مباراه قويه جدا، وايضا مفاجات ما زالت مستمره، فوز كاف فيردي على منتخب غانا. فالقادم اكيد هيكون صعب، ولكن التركيز طول ما هو موجود في منتخبنا الوطني ان شاء الله يتحقق بالفوز في المباراه القادمه، ونحاول نعبر من دور المجموعات ان شاء الله وننطلق. مش غريب على منتخب مصر، يمكن اول مباراه مع التواجد هنا مع طريقه الطقس والرطوبه العاليه، الرطوبه العاليه بتعمل يعني زي حاله من الاجهاد عند اللاعبين شديده جدا، يمكن ده اللي بيؤثر نسبيا على اللاعبين. شكرا خالد، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا المتالق خالد رزق. ودي كانت كل الحقيقه يعني المعلومات اللي تخص والكواليس اللي تخص منتخبنا الوطني، اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى له كل التوفيق.